بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد جاءت الشريعة الإسلامية لتطهير النفس البشرية من الأخلاق الرديئة وحثها على الأخلاق الحسنة. وإن من أعظم تلكم الأخلاق الفاضلة التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الرفق، ذلك الخلق الرفيع الذي يضع الأمور في نصابها ويصحح الأخطاء ويقوم السلوك. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرفق أنه قال: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. ولذلك وجب أن يكون الرفق حاضرا في حياتنا كلها، في حياتنا الاجتماعية، وفي حياتنا الأسرية، وفي حياتنا في بيوتنا وخارج بيوتنا. وإن استعمال الرفق في الأمور كلها يؤدي إلى أحسن النتائج وأطيب العواقب، ويبارك الله عز وجل في هذا السلوك وينفع به، بخلاف استعمال العنف والشدة والغلظة، فإنها أمور تفسد على صاحبها أي شيء يقبل عليه. كما أن الرفق له أثر حسن في التأليف بين القلوب والإصلاح بين المتخاصمين وهداية غير المسلمين وسوقهم إلى حاضرة الإسلام. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيش الرفق في حياته كلها، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. متفق عليه. وإن من المجالات التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعمل فيها الرفق، الرفق مع أهله. فقد قالت عائشة رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما. رواه الإمام مسلم. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفيقا مع الأطفال، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم ويدعو لهم. أخرجه الإمام البخاري. كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفيقا في دعوته إلى الله عز وجل، وفي أمره بالمعروف وفي نهيه عن المنكر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بال أعرابي في المسجد، فقام الناس إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه الإمام البخاري. كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفيقا في تعامله مع غير المسلمين، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك. ففهمتها، أي ففهمتها عائشة، فقلت: عليكم السام واللعنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، فإن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقد قلت عليكم. متفق عليه. كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفيقا بالناس في عباداتهم. وفي الحديث المشهور الذي صلى فيه معاذ بن جبل وأطال على الناس في الصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أفتان أنت أو فاتن؟ ثلاث مرات. فلولا صليت بسبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. وهذا الحديث متفق عليه. وذلك فإن الرفق سلوك ضروري يجب أن يكون حاضرا في حياتنا كلها. ولذلك فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفيقا في حياته كلها،
كما ورد من خلال هذه الأحاديث التي وردت في السنة الصحيحة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهدنا إلى أحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وجنب أمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.